السلام عليكم البنات، واش رايكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الزول بلا وين اسمه، ان شاء الله فيديو لينا اليوم يلقيكم بصحه جيده ان شاء الله. حبيباتي واش رايكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. فيديو لينا اليوم فيديو جديد ان شاء الله رايحه يعجبكم. راح نديروا مع بعض خبز منفوخ محشي بحشو بزاف بنين، ان شاء الله رايحه تحبوه، تحبوها الوصفه لينا اليوم ان شاء الله. حبيباتي هكذا بقاو معنا، تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. مقاديرنا لوصفتنا ليها اليوم، رايحه نبداو بالخبز البنات. رايحه نديرو الخبز المنفوخ. هنا كما راكم تشوفوا في الريسيبيون، رايحه نديرو كيلة تاع الماء الدافي، ماشي سخون البنات، دافي. نزيدو مغرفه تاع الخميره تاع الخبز، ونديرو مغرفه تاع السكر هكذا، ونديرو زوج مغارف تاع الفرينه. نخلطو هذا الخليط ونخليه يتفاعل، يعني نخلطوه مليح حتى يذوب هذيك الفرينه ويتخلط هذيك الخميره والسكر. فوالا، من بعد نغطيوها البنات ونخلوها تختمر هكذا. من بعد ما تختمر البنات كما راكم تشوفوا الخميره تاعنا، رايحه نزيدو ملح، مغرفه صغيره تاع الملح، ونزيدو ثاني زوج مغارف تاع زيت الزيتون. تقدروا دمام ديروا الزيت العاديه نورمال، ونزيدو من بعد خلطوا هكذا شويه. من بعد نزيدو الفرينه حتى تتلم العجينه تاعنا، يعني خدات لي حوالي 3 كيلات. الكيله اللي كيلنا بها الماء رايحه نكيلو بها الفرينه. هنا درت زوج كيلات، نبدا نخلط قبل، من بعد رايحه نزيد الكيله الثالثه هكذا كيما راكم تشوفوا. نبدا نخلطوا فيها. هنا زدت الكيله الثالثه، لازم العجينه تاعنا تجينا شويه طريه، ما تجيناش يابسه. من بعد رايحه نعجنها بهذه الطريقه، يعني فوق طاوله العمل نعجنوها مليح كيما راكم تشوفوا، حتى تحصلوا على هذه العجينه يعني طريه، وفي نفس الوقت ما رايحاش تلصق معاك في اليد، يعني تجيكم بهذا القوام. فوالا البنات، من بعد رايحه ندهن العجينه تاعي بشويه تاع زيت الزيتون، ونغطي عليها ونخليها تختمر. ما بين تختمر العجينه تاعي رايحه نوجدو مع بعض الحشو تاعنا. هنا الحشو كما راكم تشوفوا، عندي صدر تاع الدجاج قطعته هكذا ورايحه نرحيه في الروبو. عندي المعدنوس، رايحه ندير كميه مليحه تاع المعدنوس. التوابل عندي يعني توابل تاع الشاورما، عندي كركم وعندي فلفل كحل هذا مكان. وراح ناخذ يعني راس تاع الثوم هكذا صغير، نقشرو ونحطو داخل الروبو ديالي. هنا درت الملح بيان سور لازم يكون، ونرحي كلش. اللي عندها بولياشي يعني ما رايحاش ترحي في الروبو، اللي عندها بولياشي ديري التوابل اللي درت معاك والمعدنوس والثوم واش حبيتو، يعني تقدروا ديروه لداخل. ما البصل ثاني تقدري ترحي البصل معاه، ولا تسكرفجي البصل مع البولياشي تاعك. هنا في الطاوة ولا في المقلاة رايحة نسقن هنا شوية تاع زيت الزيتون. اللي تحب تدير بالزبدة تقدري ديري، ونحط يعني الدجاج ديالي المرحي هكذا داخل المقلاة ديالي، ونبدا نقلي فيها بشوية بشوية حتى تتقلى مليح ويطيب هذاك الدجاج. فوالا كيما راكم تشوفوا، يعني تحصلوا على هاد القوام. انا درت لكم يعني هاد الحشوه البسيطه خلاص. عندي هنا الزيتون مقطع هكذا دي غوندال، عندي الفرماج، الفرماج اللي حبيتوه نتوما اللي عندكم في البيت. انا المكونات هادو كامل عندي في البيت، يعني ما شريت والو. دونك نتوما ولا عندكم يعني الفرماج غابي تقدروا ديرو، ولا عندكم لا كريم فريش ثاني تقدري ديري في مكان الفرماج، ولا تخلطيهم مع بعض. يعني هكذا باش يجيك شويه هكذا مشمخ هذيك الحشوه، ما تجيكش يعني هكذا ناشفه. فوالا تجيك هكذا مشمخه شويه. فوالا هنا غطيت الحشو ديالي وخليت هذاك الجبن حتى يذوب. ولا حبيتو كيما قلت لكم ديروا كريمه الطازجه يعني لا كريم فريش تقدروا ديروا، ما كانش مشكل. يعني انا درت المكونات اللي عندي في البيت اللي موجود في البيت، وانتم ديروا واش حبيتو. هنا من بعد ما كملت الحشو ديالي وليت يعني العجينه تاعي من بعد ما يعني اختمرت كما راكم تشوفون، يعني نحي لها الاختمار تاعها هكذا، نكسروا لها الخميره. فوالا البنات، من بعد ناخذوا العجينه تاعنا البنات نحطوها فوق طاوله العمل، نديروا شويه فرينه، ونبدا نقطع العجينه تاعي الى 10 قطع. يعني هاد الكميه اللي عندي تاع العجينه خرجت لي 10 خبزات،
يعني خبزات صغار ماشي كبار بزاف وماشي صغار. فوالا نتوما الكيله اللي حبيتوها تقدروا ديرو، اللي تحب تجرب ديري الكيله صغيره خلاص هكذا باش تجربي برك، من بعد ولا نجحت معاك رايحه تزيدي في الكميه. هنا من بعد ما قطعت العجينه ديالي رايحه نديرها بهذا الشكل، يعني ديبول بهذه الطريقه حتى نكمل كامل العجينه تاعي. من بعد البنات بعد ما شكت لي بول ديالي رايحه نحلهم بهذه الطريقه، يعني بالحلاب شويه تاع فرينه، من الاحسن ما ديروش بزاف بزاف فرينه هكذا باش يتنفخ معاكم هذا الخبز، يعني كي يكون الفرينه فوق العجينه ما رايحاش تتنفخ معاكم. فوالا نحطوها هكذا في البلا تاعنا، وانا نكملو كامل بهذه الطريقه حتى نكمل الخبيزات التوعي، نحطوهم هكذا فوق البلاطو كما قلت لكم. من بعد نغطيوهم نخلوهم حوالي 10 دقائق هكذا باش يرتاحوا، من بعد نبداو نطيبو فيهم. فوالا كما راكم تشوفوا، يعني هادو الخبيزات المحشيين البنات بزاف بزاف بنان، جربوهم وردوا لي بالخبر لانهم بزاف بنان. بالنسبه للحشو تقدروا تحشوهم باش حبيتوا، يعني ما كاش مشكل، مام الحشو تقدروا تخلطوا فيه الفلفل البصل اللي حبيتوا تقدروا ديروا الداخل، يعني ما كاش مشكل. هنا كما راكم تشوفوا حطيت السنيوه ديالي باش تسخن، وهنا قليت كميه تاع البطاطا المقليه هكذا دي كوب، ونخلطهم هكذا في الحشو ديالي كما راكم تشوفوا. يعني كما قلت لكم الحشو هذا كما حبيتو، كما واش حبيتو تقدروا تخلطوه لداخل. هنا درت السنيوه ديالي من بعد ما تسخن مليح مليح، نخلي يعني النار شعله قويه، يعني تكون قويه النار. من بعد رايحه نحي كميه اللي عندي تاع الفرينه اللي تكون من فوق الخبزه ديالي هكذا باش تتنفخ معايا، لانه كي تكون الخبزه ديالي معمره بالفرينه ما رايحاش تتنفخ معاكم، يعني نحاولوا كيفاش نحيو كامل الفرينه اللي فيها. فوالا من بعد كل 10 ثواني راح نقلبوا الخبيزه تاعنا، كل 10 ثواني نقلبها من جهه واحده اخرى، نزيدوا 10 ثواني نقلبوها من جهه واحده اخرى حتى تتنفخ معايا وتبدا تشوفوا يعني الخبزه تاعكم تبدا تتنفخ معاكم. فوالا راني خليت لكم يعني هكذا الفيديو باش تشوفوا كيفاش تتنفخ معنا. شوفوا البنات يعني سعفوها برك حتى تشوفوا النتيجه هذه. فوالا كيما راكم تشوفوا، يعني لازم النار تكون قويه البنات، ما رايحاش تنقصوا النار، تسخنوا مليح الطاجين ديالكم وتخلوه قوي باش هكذا يتنفخ معاك هاد الخبز، يعني باش يكون ناجح 100%. فوالا وفي نفس الوقت نديروا يعني نحيوا كامل الفرينه اللي فيه هكذا، نقلبوها من حين لاخر حتى تطيب معنا، ونكملوا بهذه الطريقه حتى نتحصلوا كامل على الخبز المنفوخ تاعنا، ونحشيوها باش حبينا، يعني كل واحد والذوق ديالو. اللي تحبوا ولا حبيتوا ديروا بلا فيونداشي تاني تجيكم ما شاء الله، بلا فيونداشي تجيكم يعني بزاف هايله. تقدروا مام ديروا يعني البيض المغلي هكذا تحكوه في سكرفاج، يعني تسكرفجو البيض المغلي وتزيدو الطون وتزيدو الزيتون وتزيدو الفخوماج، تقدروا تحشيوه بهاد الحشوه ثاني تجيكم يعني ما شاء الله. اللي تحب اللي ما تحبش اللحوم فوالا، شوفوا البنات كيفاش يتنفخ معنا، يعني ما شاء الله ناجح 100%. ان شاء الله رايحه تجربوها البنات وراح يعجبكم اكيد. فوالا هادو هما الخبيزات التوعي من بعد ما طيبتهم البنات، شوفوا كيفاش تحلوهم يعني يجيكم فارغ من الداخل، ما تلقاوش كامل العجينه الداخل، يعني تشوفوا البنات يجيكم هكذا فارغ، وتعمروها باش حبيتو الداخل. فوالا البنات كما راكم تشوفوا هنا راني حليت كامل هذوك الخبيزات، رايحه نعمرهم بالحشو اللي شاركتو معكم. الحشو كما قلت لكم اللي موجود في البيت، واش عندي كامل في البيت درتو. نتوما واللي عندها كما قلت لكم فخوماج غابي رايحه تسخنوه، تقدروا تسخنوه وتعمروا به يعني هاد الخبز، من بعد تزيدوا الحشو كما حبيتو نتوما واش عندكم في البيت. مام البنات اللي ولا ما حبيتوش تحلوا الخبيزات تاعكم، تقدروا تعمروا الحشو تاعكم بهذه الطريقه، يعني تحطوا نص الخبزه بالحشو ومن بعد تغلقوها بهذه الطريقه. يعني هذا الخبز كما قلت لكم راه خفيف، ما يعني ما راه فارغ الداخل، دونك تقدروا ديروا هذه الطريقه، يعني كل واحد كيفاش يحب.
ميم قبل ما ديروا الحشو تقدروا ديروا لا مايونيز ولا تقدروا ديروا كيتشوب ولا اللي حبيتوه ديروا، نتوما لكم الاختيار. فوالا انا كملت كامل الخبيزات ديالي بهذه الطريقه. شوفوا نتوما ولا حبيتوكم قدكم تضيفوا الكيتشوب ولا مايونيز ولا واش حبيتو تقدروا ديروا الداخل، ما كاش مشكل. فوالا هذو هما الخبيزات اللي شاركتهم معكم، ان شاء الله حتحبوها وتعجبكم حبيباتي. ولا عجبتكم الوصفه لنهار اليوم بارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء حتى باش تعوم الفائده. وما تنسونيش البنات في اللايك للفيديو هكذا باش يطلع معنا ان شاء الله، يعني بتشجيعاتكم وتحفيزكم اللي رايحه تطلع معنا القناه ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش في اللايكاتكم اللي تشجعني وتحفزني، والى الملتقى مع فيديوهات اخرين ان شاء الله. السلام.